السلام عليكم، اش اخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله، واحوالكم مزيانه. جمعه مباركه تدخل عليكم بالصحيحه والسلامه ان شاء الله، والله يتقبل فيها صلاتنا ان شاء الله. ما عرفتش، المهم اليوم الجمعه، ما عرفتش متى غادي لوحه الفيديو. بسم الله على بركة الله، اليوم غادي ندير كسكسو بالبلبولة البنات. ما عمرني درتو معاكم، درنا بداز، درنا كسكسو بالسميدة. اليوم غادي نديرو ان شاء الله كسكسو بالكرداس وطريف ديال القديد وشوية ديال اللحم. تبعوا معايا الطريقة. عندي هنا الكرداس البنات وطريف ديال القديد، كندير عليه الماء طايب ضروري ونخليه شويه يرطب، من بعد كنخوي داك الماء، نعاود نخوي عليه الماء طايب باش ديك الملحه ودوك داكشي راكو عارفين كنشرو في الشمس، دوك الغبره وداكشي كله كيتحيد. وما كنديرش انا الملحه حتى كنقلي ونروي عاد نشوف الملحه الا كانت خاصه ديك الساعه كنزيدها. راكو عارفين الملحه كنديروها بزايد الكرداس وهذا اللحم ديال القديد. صافي البنات، من بعد ما درنا الكرداس ديالنا واللحم كنزيدو بصله ومطيشه. كنديرو التوابل ديالنا، كنديرو بزار، خرقوم بلدي، سكنجبير، شوية ديال الفلفلة حمراء، هي شوية حقاش كسكسو ديال البلبولة كندير هنا فيه أنا، هي والكمون. كمون هي شوية، نص ملعقة، صافي البنات. وكنزيدو واحد كاس لارب ديال الزيت مخلط بين البلدية والرومية، لحقاش عندي واحد طريف ديال الشحمة. صافي غنديرو هاد اللحم هدا يتقلى. صافي البنات، البلبولة ديالي ها هي، انا راه كنغسلها جوج مرات حتى ثلاثه المرات البنات. ما تاخذوا ماشي غليظه وماشي رقيقه، البلبوله غير موين شتو شنو كيطلع معاها. كاين اللي غير كيرشها، انا كنغسلها جوج مرات حتى ثلاثه حتى كتحيد هاد الشوائب هادو كلهم والنخالة اللي فيها. عاد كنسقطرها وندهنها شويه بالزيت البلديه ولا العاديه، وعاد كنديرها شتو البنات. وكتكون كترطب بهذه الطريقه هذه، ما كتبقاش واخا كطيبيها الا ما غسلتيهاش كتبقى شي شويه بحال اللي قاصحه شويه، ما كتجيش مفوخه ورطبه. صافي البنات، البريمه ديالنا راه تقلات. هنايا عندي الخضره، هنا كاينه قريعه صغيره كنزينها هكا بهذه الطريقه، تعجبني بحال هكا. القرعه الحمراء مطيشه، واحد الربيطه ديال الربيع مخلطه دابا نديرها. وهنا خيزو، لفت صفر، لفت المحفور وليشو مكور. هي تقلات البنات، انا كندير الخضره هي الاولى شويه يطلع مع هذاك الشرموله ديال البرمه. لفت هنا في الزول، لفت محفور، لفت الصفر،
انا كيعجبني خيزو لا انا لا البنات في الكسكسو. صافي ولي شويه البنات غنخلي غير طلع شويه داك البخار عليها ديال ديك الشرموله ديال اللحم، ومن بعد غادي نرويو الماء طايب ان شاء الله. صافي البنات، ها هي البلبوله ديالنا، شفتوا راه نشفات من داك الماء. من الاحسن انا كنغسلها، من الاحسن نديرو شويه ديال الزيت. نلبسوها كامله بديك الزيت. صافي نديرو الماء البنات، كندير انا الماء غليان البرمة، من بعد البنات مني فارت البلبولة مزيان ديالنا كنرشوها بشوية ديال الماء. طيب مزيان البنات باش ما فارت وشبعات طيب، راه كتجي معلكة وزوينة. دابا فوق البرد كنبغيو بحال هاد الماكله كتكون شويه سخونه البنات بداتنا. كنديرو شويه ديال الزيت بلديه، باقي ما عفاش الله نشري قصرية البنات، حتى كنبغي نشريها كنعكز نقول اجي ما يهزالي وجا، ها عندي باش كنقول وعندي باش نقضي في الدار تا وكان، ومني كنجي نبغي ندير كسكسو ولا شي حاجة هكايا عاد كنتفكرها. نخليوها تنشف شويه البنات ونرجع معاكم. هذه المره الثالثه البنات باش خويت البلبوله ديالي، نفس الشيء غادي ندير شويه ديال الزيت البلديه، انا كتعجبني فيه الزيت البلديه، واحد الملحوظه البنات الناس اللي كتنفخهم البلبوله مني كياكلوها. انا سبحان الله مني كناكل البلبوله ما تنفخنيش، ومني كناكل السكسو ديال السميد كينفخني في التفويره الاخره ديالو
غير انا حيت ما طاحناش ندير الملح هذا. التخويره الاخرى كندير معاه واحد المعلقه صغيره ديال الزعتر مطحون، كتجي في ديك النسمه ديال الزعتر مع البلبوله كتجي واعره البنات وما كتنفخش. الناس اللي عندهم مشكل ديال النسران صافي غندير شويه ديال الماء. قلت لكم انا كندير الزعتر ولكن ما موجودش عندي مطحون، صافي هادي مع مني كتغسل ما كتبقاش دي طيب بزاف. شي مرات كتقدر طيبيها حتى لاربعه المرات، كاين الناس اللي كيطيبوها اربعه المرات. كي مني كتغسل وكيرطب هذاك الماء كنفوروها غير ثلاثة د المرات، ولكن كنفوروها مزيان. صافي غنزيد تاني شوية د الماء ونخليها حتى تنشف، ونمشي ندير الخضرة اللي باقية. هنا البنات غادي نديرو الخضرة اللي بقات لنا، القريعة الحمراء والخرى الكورجيت، القريعة الخضراء ديرو مطيشه. انا كنقطعها كاين اللي كيحكها. واحد الحزيمه ديال قزبر ومعدنوس كنخليوها حتى هي محزمه. كنزيدو نبزرو شويه البرمه ديالنا، ضروري الملح. قلت لكم البنات راني ما درتهاش لحد الان، انا جاتني البريمه حيت صغيره هي هذيك. شويه ديال السكنجبير صافي. وغادي مني نشف الكسكسو ديالي غادي نرجعو يعاودي فور المره الاخرى ونرجع معكم مني نبغي نسقيه ان شاء الله. هادي هي الكسيعه ديالنا البنات من بعد ما كملناها في الطياب. كيف قلت لكم صافي راكم شفتوا المرحله الاخرى اللي كنت فاش درتو صافي تبخر المره الاخرى. غير هو قلت لكم داك الزعتر البنات انا ما موجودش عندي، قلت لكم اللي مطحون ديروه فاش تبغيو ديروا الملحه ديروا فيه واحد الرشه تقريبا واحد معلقه كبيره عامره ديال الزعتر. هادو كنهضر على الناس وكي كيخلي فيه نسمه زوينه البنات، وهضرت على هاد المساله بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم مشكل في النسران. الزعتر بحال اللي كيهضم وما كيخليش ديك البلبوله تنفخو. عن تجربه البنات نتمنى هاد الطبق هذا، انا راه كنحمق على الكسكسو ولكن باش كنكملوا باللبن، الا ما كانش اللبن راه بحال اللي ما كليتوش. نتمنى يعجبكم ان شاء الله ويروقكم وانتم موالي الخير. انا غير كنشارك معكم الوجبات اليوميه ديالي اللي كنستعمل في داري لا زياده ولا نقصان البنات. وإلا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء، وما تنسونيش بلي لايك وبالتعاليق ديالكم الجميله. ونتمنى نلقاكم في الفيديو الماجي في اتم الصحه والعافيه، وبسلامه عليكم.